يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، آمل منكم حفظكم الله أن توضحوا الفرق بين شهادة التحمل وشهادة الأداء وحكم كل منهما. التحمل في البداية، بداية عند العقد مثلا، عند عقد العقود، عند هذه قال التحمل، حضوره عند العقد هذا تحمل. أما الأداء إلى طلبه القاضي، إذا حصل خصومة وطلبه القاضي يؤديها عند القاضي. نعم. يقول فضيلة التحمل عند البداية والأداء عند النهاية. نعم.